كامل وجه الله سبحانه لا وتعالى. إله إلا الله ما في إنسان كامل أسلم. بس إن شاء الله أشياء سيئة ما في أشياء سيئة بالعكس عادة ترى تحت البث يمكن أهدى من على البث بس إني لا صرت أقدر أخذ راحتي مع أخويا أكثر أنت فوق البث تجامل على حساب نفسك واجد؟ لا ما أجامل وتحت البث تأخذ لا. حقك من عين التخين على قولة أخوانا المصريين صح؟ يعني تخليه ياخذ راحته فوق البث والوعد تحت البث لا مو قصة كذا والله ها انا اقول لك اني اخذ راحتي اكثر مع اخويا تحت البث خذ راحتك ما عادها تفرق معي طيب هل هناك من استغل طيبة عادل